تذبذب اسعار النفط، قرروا الموازنه على حوالي يمكن 65 دولار، يجوز بعد سنه يصير 45. من يعرضون العجز؟ فاشل ثلاث سنوات تقلبات سعر الدولار، النفط. النفط يعني قابل للصعود والنزول، اذا نزل منين يعوضون الباقي؟ وهذا الشعب مسكين. واحنا حاليا مطلوبين، غارقين بالدين، بلد نفطي وغارق بالدين. ما اتصور العراق بوضعه الحالي عنده القدره انه يتخذ هالخطوه، لان يعني مثل ما نشوف الوضع الاقتصادي سنه عن سنه جاي جسمه يصاب. وهي هاي المشكله، هاي السلبيات اللي بيها تصير، شلون راح يمشوها على ثلاث سنوات وهو مطيها هسه مال النفط مطي على 65، ما ادري 70 اي 65 دولار، اذا على حشاتك نزل ل 40، شلون راح يسوي الموازنه؟ والله هي البيئه الحاليه يعني ماكو اي بصيص امل للمواطن العراقي الصراحه، والمواطن العراقي بصوره عامه وصل لمرحله الياس. يعني لا تقول لي موازنه ولا تقول لي غير موازنه، المواطن العراقي على ارض الواقع ماكو فد شيء او بوادر امل على مود يك موازنه جايه او اكو عندهم مشروع يطرحونه على مود يتحسن الوضع. وكل والعراق نحو الاسوء بكل مرافق الحياه، مثلا التعليم نحو الاسوء، الصحه، الخدمات بصوره عامه، حتى نفسيه المواطن تعبت.